السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم هذا الروتين الصيفي الصباحي، روتين تحفيزي هكا باش نبث فيكم هذاك النشاط والحيويه. هنا بعد ما شربت القهوه تاعي جيت ديريكتومون نبدل الفراش والغلافات تاع المخايد هكا باش نغسلهم. هاد لاكوات نحطها هنا في البالكون جوست باش ما نبانش من برا كي نكون سيق، بعد نرفدها نغسلها. نهار انا اللي يكون عندي الميناج غير نشرب قهوه نوض ديريكتومون ليه، ما لازمش تاخروا تقولوا دوك نوض دوك نوض، يعني ما لازمش كامل تاخروا كي يكون عندكم ميناج نوضوا اتاكي واه ديريكتومون هكا باش تكملوه وتتهناو منه. سينو اذا قعدتوا تاخروا ما حنديروا والو، ولا تبداو طاغ وما تكملوش بكري وما توجدوش الفطور في الوقت. فوالا لازم كل حاجه ننظموها هكا باش تكون يعني حياتنا منظمة وتكون أمورنا منظمة وفطورنا يكون في الوقت. فوالا فرشت أنا هذا لاكوات هذه الرقيقة كامل، هذو أنا اللي نفرشهم في الصيف، ومن بعد رحت ديريكتومون للبيبان باش نمسحهم. بالنسبة للبيبان كانوا مغبرين، هو ما يبانش فيهم الغبار بصح يتلم بزاف هاد لي كوان. انا عندي واحد الحيلة بالك بزاف فيكم يعرفها ويستعملها، انا كي تكون عندي اون كريم هكا قديمة يعني تبيريمات كسوسوا تاع الوجه ولا تاع اليدين ولا كريم مرطب، يعني اي كريمة كيما دوك عندي هاد لي دي ماكيون تبيريمالي يعني قديم بزاف، على بالكم هادو يعني فيهم مدة صلاحية ما لازمش تتجاوزوها. نحط في لي تاعي في شيفون ولا لا كريم ونمسح بيان، يعطي لي نتيجه هايله في البيبان. وثاني تقدروا تمسحوا به مام لي كانابي اون كوير يكونوا عندكم ولا، يعني يعطي لكم واحد النتيجه بزاف هايله، يخلي الكوير يلمع او ميم طون يغذيه. شوفوا النتيجه اللي عطاتها لي في البيبان. بعد ما مسحت كامل البيبان رحت ديريكتومون للتسياق. انا نعيا نمسح بهذاك البالي ماجيك ونعيا نسيق بهذاك البيدون تاع الشرشوبه، بصح النهار في السمانه لازم هذا التزرزيق وهذا الرغاوي، يعني ما يسلكها غير البالي والنشاف حشاكم والفخطوار، يعني غير هادو اللي يسلكوني. وكاين اللي ما يقدروش يسيقوا خطره في السمانه، تقدروا تسيقوا خطره في 15 يوم يعني على حساب لابوسيغ اللي عندكم. فوالا. وهنا يا البنات حبيت نبارطاجي معكم هاد لي مونش ابالي، فريمون انا عجبوني بزاف قلت لازم نبارطاجيهم معكم، وتاكدوا باللي راني نبارطاجي معكم في الحاجه اللي فريمون عجبتني. هاد لي مونش ابالي شوفوا سوليد، يعني البنات اللي يعني ومن لي مونش ابالي يعني قصار ولا ماشي سوليد، هادو تاع ميدينات بزاف هايلين. شوفوا لي كولور تاعهم يعني بزاف هايلين، ديزاين هايل. والحاجه اللي عجبتني الطوال، شوفوا فيهم 1.40 متر يعني مسحوا لكم كامل بلايص لي ما تقدروش تلحقوا ليهم، تقدروا ميم تمسحوا بهم البلافون، يعني بزاف هايلين. وشوفوا لي كولور يعني ما عندي ما نقول لكم. وتاكدوا حبيباتي ثاني بلي حاجه ماشي مليحه انا جامي لنبارطاجيها معكم، هذه دوها من عندي. فوالا انا بعد ما جبت مليح بالفخوتوار عاودت بالنشاف كيما راكم تشوفوا، الدنيا فريمون ولات غير ريحه لافسول. الله الله اني نخدم بهذاك لافسول تاع امير الغاز بزاف عاجبني، يعني هاد اليامات راني طايحه غير عليه، ريحته بزاف هايله بصح دوك نكره منه ونحب نبدل باسكو انا دائما نحب نبدل الريحه. وشكون تستمتع بهذا المنظر تاع النظافه؟ شوفوا الله يبارك، انا كي نسيق نقعد غير نشوف، تعجبني هذه النظافه هذه. وهنا نرفد لاكوات تاعي نديرها تتغسل ونتلاقاو في الكوزينه نديرو حاجه خفيفه للفطور. وبالنسبه للفطور تاع اليوم حندير ان شاء الله تشكتوكه، هذا واش يليق مع الصيف. انا في الصيف ندير كاع الانواع تاع التشكتوكه، يحبوها يموتوا عليها وننوعوا فيها هكا باش ما نكرهوش. بالنسبه ليا اليوم درت، شوفوا درت البصل قطعته انا شويه رقيق باش ما يبانش باسكو ولادي ما يحبوش هكا يجي طويل وباين، ندبلو مليح مع شويه فلفل حلو، وديروا شويه فلفل حار ماشي بزاف هكا يطلق واحد البنه هايله في التكتوكه. درت غير الزيت وشويه ملح فوالا، وخليه على نار متوسطه ونقليه مليح. اليوم البنات رايحه ندير التكتوكه تاعي بالباذنجال، شوفوا هنا عندي شويه باذنجال كحل وعندي هذا الابيض، شكون موالفه طيب به هذا ثاني بزاف يجي بزاف بنين. خليت حبات هنا نشويهم، وهذو رايحه نقطعهم دي بتي دي هكا ونقليهم
ونضيفهم في الاخير مع التكتوكه تاعي. والبطاطا كيف كيف على بالكم اللي عنده دراري لازم يدخل البطاطا في الماكله. هذه ثاني حنقطعها ديدي ونقليها ونضيفها. هذه نقدر نرميها غير هكا كي نرمي الطوماطيش، نرميها باش يجي هذاك الذوق هكا تاع الحار، تجي بزاف بنينه. والطوماطيش تاعي راح نقشرها ونرحيها. بالنسبه للطوماطيش قلت لكم راح نرحيها، نتوما تقدروا تقطعوها ديدي هي تجي احسن. انا ولادي ما يحبوهاش باينه دونك راح نرحيها. نرحيها في هذا الميني اشوار. هذه الاله اللي ترحي، جربت فيها اللحم وجربت فيها ثاني البصل المعدنوس ترحي بيها. شريتها غير 160 الف لمهتمه. انا تاعي الروبو تاعي تكسر لي، طاح لي هذاك الطاس تاعو وتكسر. شريت هذه غير 160 وعجبتني، يعني ان شاء الله برك ما تفسدش بالخف. شوفوا فيها ثلاثه تاع المواس هذو. نجرب معكم الطوماطيش، واذا حبيتوا نجرب معكم اللحم والبصل يعني باش تدوا فكره خليوها لي برك في التعليقات. بسم الله. فوالا هكا وترحيو بكل سهوله، يعني في ظرف ميم با دقيقه تكون رحات لكم. شوف شوفوا رحتها بيان كيما راكم تشوفوا. ومام اللحم قلت لكم جربت فيها اللحم، صدر الدجاج، جربت فيها البصل المعدنوس، يعني صراحة عجبتني. إن شاء الله برك الموتور تاعها يكون مليح وما يفسدش بالخف. هذا ما كان إن شاء الله مع التجربة نزيد نقول لكم رأيي فيها. هذه بالنسبة لي حب تشري يعني أشواغ تكون كيما نقولوا رخيصة وتخدم مليح. فوالا هذه انا ما نقدرش يعني بلا بها ما نقدرش نبوجي كامل في الكوزينه كيما البصل وكامل، يعني ترحي لكم تهنيكم يعني تنقص عليكم بالبزاف. فوالا البنات هنا بعد ما دبل بيان البصل تاعي كما راكم تشوفوا حنرمي الطوماطيش. وبالنسبه للباذنجال والبطاطا راح نقطعهم ديدي نقليهم ونضيفهم هنا. تقدروا في الاخر تضيفوا البيض، ما تضيفوش يعني كيما تحبوا وراكم معايا. هنا يا حبيباتي بعد ما وجدت تشكتوكه تاعي حطيت هذيك المقله مباشره فوق الطابله كيما راكم تشوفوا. كنت بزاف عيانه هنا بديت نوجد في لاطابل. وهذيك السلطه تاع باذنجال كنت كيما شويته قطعته قطع صغيره، درت له الخل زيت الزيتون والملح سنيناتهم، تجي سلطه بزاف هايله.
وفوالا حبيباتي، بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم ما تنسونيش بلايك وفرطاج. نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو لي فرواحكم. نتلاقاو في فيديو مقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.